وافق مجلس النواب على مجموع مواد تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية بهدف إعفاء المكونات المستوردة اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي. كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة. جلسة جديدة وصل خلالها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقارير اللجان النوعية الخاصة بمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول. وفي مستهل الجلسة العامة أحال رئيس مجلس النواب عددا من مشاريع القوانين والقرارات الجمهورية إلى اللجان المتخصصة لدراستها وإعداد التقارير بشأنها ومناقشتها خلال الجلسات المقبلة. الجلسة شهدت أيضا إحالة 44 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات، وثلاثة تقارير من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى اللجان المتخصصة دون مناقشتها. وخلال الجلسة وافق المجلس على مجموع مواد تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية، ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء المكونات المستوردة اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي. التنمية الاقتصادية هي الهدف الأسمى اللي بتسعى إليه كل دول العالم، وطبعاً مصر جزء لا يتجزأ من دول العالم، لذا تسعى الدولة المصرية لتوطين صناعة تكنولوجية ومن أهمها صناعة الهواتف المحمولة. أأمل يا فندم أيضا أنه يشمل القرار أو يعني الحكومة تنظر نظرة لإنشاء مصانع لإنتاج المكونات اللي بتدخل في صناعات المكونات التكنولوجية. إحنا أمام خطوة مهمة قامت بها الحكومة المصرية، وهي توطين الصناعة المصرية، وبدأت بأجهزة التليفون المحمول والتليفون المحمول من أجل تصنيعه محلياً، وإعادة مرة تانية هذه المصانع إنها ممكن تكون في المستقبل خطوة من خطوات التصدير. وفي ختام الجلسة وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة.